حكم الذين يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد؟ هذا حكمهم أن عمله كفر. يدعون غير الله الأموات ويستغيث الأموات عمله كفر. واختلف العلماء في ذلك، هل يكفر بنفسه كافرا أو لا بد أن يعلم؟ على قولين، أحدهما أنه لا بد أن يعلم لأن قد يكون اشتبه عليه الأمر بسبب دعاة الباطل وبسبب علماء السوء، اشتبه عليه الأمر فلا بد أن يعلم، لا بد أن ينبه قبل أن يحكم عليه الكفر، وهذا قول جماعة من العلم. وقول الثاني أنه لا يحتاج إلى بيان لأن الأمر واضح، والقرآن كله في بيان الشرك، وهكذا السنة، والرسول بين ذلك وعلم بين ذلك، فلا يتوقف كفره على البيان، بل هو كافر بهذا العمل. ولكن يستتاب قبل أن يقتل، إذا كان هناك دولة إسلامية تحاسبه فإنها لا تقتل حتى تستجيب، تب إلى الله ودع هذا الشرك فإن تاب وأقلع الحمد لله، وإن أصر عليه قتل. وبكل حال فهو خطير، فالقول بأنه كافر بمجرد هذه الأعمال قول قوي، لكن أحوط ألا يقدم على ذلك حتى يبلغ وحتى يوجه إلى القيم ويعلم لعله يحتدي إذا تيسر الله. لكن حكمه في الدنيا حكم كفار، ما دام عمل عمل كفار حكمه في الدنيا حكم كفار، حيث لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يعرف المسلمون الذين لا يعرفون غير الله. نعم.